لبس الفضائيين. ما أعرف البدلة أول شيء توعوي، كأنك بالواقع عايش الواقع مرحلة لمرحلة. فعاليات كيف يسموها تشوف في الفضاء؟ قاعدين نشوف الحين نظام الصاروخ كيف يعمل بالفضاء وكيف إمكانياته حق نوع الفضاء. في أشياء صراحة مبهرة من ضمنها الروبوت هذا، ففي كويكبات. أكثر شيء عجبني في المعرض اللي هو البدلة اللي انشأت في السعودية حق اللي راح فيها الفضاء، والفي آر يعطيك تقول لك إنك كأنك مع رواد الفضاء اللي موجودين بالفضاء. تجربة الواقع افتراضي فلت تصير وتحس إنك بالفضاء.